احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بأن جدي توفي وذلك في العشر الأواخر من رمضان والعشر المتبقية يقول صامت عنه أختي هل لها ذلك مع أنه لم يوصي بذلك؟ ليس عليه صيام الشيء الذي لم يدركه ومات قبله من رمضان ليس عليه صيامه فهذا اجتهاد ليس في محله ولو سألت قبل أن تفعل لكان ذلك أحسن لها نعم